للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من الخليل الصحفي الفلسطيني السيد مصعب قفيشة. مرحبا بك أستاذ مصعب. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقول إن القضية الفلسطينية تمر بمشاكل مستعصية. ماذا يعني عباس بالمشاكل المستعصية؟ فعلا أن القضية الفلسطينية تمر الآن بمنعطف خطير جدا. نحن نتحدث عن حالة غير مسبوقة. الآن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية تمر بمرحلة يعني تشتت وتشرد كبير. تستطيع أن تفعل به ما تشاء، وقرارها يعني قرار فردي، والآن الضفة الغربية تحكمها حركة فتح وقرارها قرار فردي. الحالة الفلسطينية تمر يعني بمرحلة خطيرة، ولا يخفى عليكم ما يحدث من صفقة القرن ومن أيضا خطط الاحتلال في ضمن الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني واستمرار الاعتقالات وأيضا قضم الكثير من أراضي الفلسطينيين وفرض الأمر الواقع في القدس المحتلة وتخصيمه زمنيا ومكانيا. يعني بالفعل الحالة الفلسطينية في مرحلة شديدة صعوبة، وللأسف يعني نمر يوما بعد يوم يعني في امتداد للأفق وأيضا انقطاع مع التواصل مع الحكومة الأمريكية، مثل ما أعلن الرئيس محمود عباس برفضه لصفقة القرن وأيضا رفضه لأمريكا كوسيط بيننا وبين الاحتلال. من صنع تلك المشاكل التي تحدث عنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟ يعني ألا يعتبر أيضا المجلس التشريعي جزءا من هذه المشاكل؟ صحيح، يعني من وضعنا في هذه المرحلة هي جميع قيادات الشعب الفلسطيني بلا استثناء. تصرفات حركة حماس في غزة وتصرفات حركة فتح في الضفة الغربية هي من تضعنا الآن في هذا المأزق من حل المجلس التشريعي ومن استمرار الاعتقالات، وأيضا مثل قبل أيام تدمير لمحتويات مكتب قناة فلسطين الحكومي. يعني بصراحة الآن الحالة الفلسطينية تعود للوراء مجددا وتذكرنا بأحداث المؤسفة في 2007 و2008 واستمرار الاعتقالات واستمرار الاستدعاءات، ويعني نرى بأن هناك يبدو أن هناك سلة معنية باستمرار وتعميق الانقسام الفلسطيني، وكلنا يعرف أن من هذه السلة ومن هذه الفئة التي تخدم الاحتلال بصراحة. يعني الرئيس عباس توجه إلى القاهرة ليدعم موقفه في مفاوضات المصالحة، إلى أي مدى تعتقد أن الرئيس المصري سيقدم له ما يريد؟ نحن بصراحة نثمن الدور المصري ونثمن موقفها من استمرار يعني بالمصالحة الفلسطينية رغم هذه السنوات الطويلة، وأصبح الشعب الفلسطيني بصراحة يعني لا يثق بهذه الجولات المكوكية والجلسات المستمرة، ولكن كلنا أمل بأن يكون لمصر دور فعال، خاصة بأنها الرئة الحيوية لقطاع غزة، وخاصة بأنها يعني أم الدنيا وأن لها سياسات حاكمة ورزينة على الخريطة العربية، ولها أيضا كلمة على حركة حماس خاصة بالمعبر الوحيد وهو معبر رفح. لذلك نأمل يعني أن يكون للرئيس السيسي كلمة توقيتية. هل تعتقد يعني إلى أي مدى تعتقد ربما أن الفصائل مستعدة فعلا للجلوس لطاولة المصالحة في ظل قرارات أحادية تصعيدية والتي كان آخرها إغلاق مكاتب فتح في غزة؟ يعني بصراحة نحن نتحدث، هذه الحالة ليست جديدة على المجتمع الفلسطيني، نحن نتحدث عن تراكمات من 2007 وخلال المنطقة خلال الفترة القريبة القادمة تذكرنا الأحداث وتعيد الذكريات أولا بأول، وكأن الفصيلين يعني معنيان الآن باستمرار الحالة يعني اللي هي تعجبهم الآن، كل منهما يحكم جزءا من هذا الوطن. فيبدو بأنهم الطرفين غير معني بالمصالحة بشكل حقيقي وفعلي، وأنها هي فقط يعني جولات مكوكية وجولات فقط من أجل يعني استعراض. يعني الشعب الفلسطيني بصراحة فاهم هذا الواقع وهذا الانقسام الذي يعزز ويكرس فصل الضفة عن غزة ويعني يفيد الاحتلال ويستفيد منه ويقتات منه. يعني بصراحة العوامل كثيرة، هناك قرارات فردية من كلا الطرفين، وخاصة بأن الرئيس أبو مازن حال المجلس التشريعي، والآن نحن بفراغ قانوني كبير وأنشأ اللجنة الدستورية والتي هي غير قانونية أصلا، ودعا للانتخابات خلال 6 أشهر انتخابات تشريعية فقط بدون رئاسية،
وهذه الانتخابات لا ندري هل ستكون في غزة أم ستكون في الضفة فقط، أم هل سيسمح الاحتلال لها في القدس. بصراحة يعني الحالة الفلسطينية صعبة جدا. إلى أي مدى ترى أن المواقف التي تتبعها فتح تصب ربما في مصلحة القضية الفلسطينية؟ يعني بصراحة حركة فتح هي حركة وطنية، واعتدنا عليها بأنها هي أم الثورة والرصاصة الأولى، وبأنها يعني كلمتها دائما في مصلحة الوطن. ما يحدث الآن خلال الفترة القريبة من قرارات فردية لا تخدم حركة فتح، ويعني نأمل بأن تعود مجددا إلى يعني قرارها الصائب بالعودة إلى حضن الوطن من أول من جديد، وبإعادة المجلس التشريعي وإن كانت انتهت ولايته. لكن الحالة القانونية الآن هي حالة بشكل عام في فراغ قانوني، وكلا الطرفين يعني تجاوزا المدة القانونية من خلال الرئيس محمود عباس أو من خلال المجلس التشريعي. فنأمل أن تكون هناك يعني خطوات يعني تعود عن الخطوات السابقة وتعود للمصالحة مجددا، وأيضا حركة حماس تبقى للمصالحة بشكل جدي وتعيد التمكين إلى قطاع غزة. شكرا جزيلا لك عبر سكايب من الخليل الصحفي الفلسطيني السيد مصعب قفيشة.